حنو العائله كي دايرين لاباس عليكم اش اخباركم كلشي مزيان باش كنزيد في الصوت باش تكون واحد شويه الطاقه عفسو يلاه حليت عيني مهم اول حاجه بغيت نبدا بها الفيديو هي شكرا ليكم بزاف بزاف ويا اختي شحال بكيت عليكم في هذا الفيديو هذا اللي فات ويا اختي شحال تنخصص سمحوا لي بزاف فين الطاقه الايجابيه والو فين اختي الحياه حلوه والو ولكن الحمد لله شفت انا هذاك النهار فاش بكيت عليكم ما عاد هضرت سبونطاني شفتوا الهضره كنت كندخل ونخرج في الهضره ما بغيتش نمونطي ما بغيتش نبقى ندير فيديو نعاود بحال كنشكر اخواتاتي قسم بالله بحال انا حطيت عليكم الراس صافي خذوها من هذا الجانب حيت انا كنت عامره ومديومه وحطيت عليكم الراس صافي ولقيتكم الحمد لله لقيتكم في جنبي بغيت نقول لكم شكرا بزاف 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 لتعليقكم زوينه وقفتكم معايا بزاف الحوايج حليتو عليا عينيا عليها بزاف الحوايج نفعتوني فيها بزاف بزاف تقاسمتوا معايا نتوما التجارب ديالكم اللي ماتوا لي الوالدين ديالهم الله يرحمهم كندعي معكم من القلب الله يرحمهم ويوسع عليهم ويوسع عليهم ويوصلنا عليهم مؤمنين ان شاء الله واللي مرادي الله يشافيهم واللي مازالين الله يخليهم لي والله يخلي لهم صحتهم وتهلاو فيهم البنات الوالدين راهما كلشي الوالدين هما كلشي صافي كانت الدنيا انا هاد الاحساس غريب اول مره عشتو الدنيا كتكحل في وجهك كتبقى باغا حتى شي حاجه حتى حاجه ما كتفرحك ما كتبقى باغا والو كتكوني باغا ديري وديري عشان انا دابا نعاود لكم من بعد كنت ماشي فواحد الخطوه زوينه ايجابيه كنت باغي نفرحكم نشارك معكم مورا رمضان ان شاء الله شي حوايج زوينين ولكن من جهه المرض ديال ماما صافي عرفتو طفيت بحال لا حتى حاجه مابقات كتفرحني ولكن مازال الخير ان شاء الله قدام شوفوا بزاف البنات قالوا لي لا نوال ما تقوليش المهم ما تستاهلش المؤمن مصاب بالصحه عندكم الحق المؤمن مصاب ولكن انا شنو قصدت ماشي قصدت انا ماما ما تستاهلش هذا المرض وما مرضيتش بقضاء الله لا راه غير الانسان كيكون كيكون في هذيك زعما في هذيك الحال ديال الحزن ما كيعرفش يعبر انا قصدت انا زعما ماما ظريفه مسكينه بقات فيا بقات فيا زعما اما المضره ما تبغي حتى شي واحد لا ظريف لا قبيح ما تبغيش ليه قلتوا لي نوال صدقي بنيه زعما ازاله المرض بنيه شفاء الماما هذه شكرا لكم بزاف ليها لان زعما طيحتوها ليا في دماغي لان فهاد الوقيته انا ما كنخرج ما كنضرش غير مع ماما ما كانتش غطيح ليا في بالي فهمتوا واخا الحمد لله يعني انا كنديروا داكشي اللي علينا هذه زوينه النقطه كنشكركم عليها الحمد لله راني درتها عرفتوا لقيت بزاف تعاليق نوال راه الصدقه بنيه ازاله المرض والشفاء راه كاينه وبالصح كتعطي زعما النتيجه الحمد لله شكرا لكم بزاف هذه الحمد لله راني درتها كنسمع الهضره شوف اختي الطبله ربا مسحت والو غير حليت عيني والله العظيم حليت عيني خصني توجي جيت نصور لكم باش نقول لكم شكرا بزاف لقيت عندي واحد شويه الطاقه باش نهضر بغيت نقول لكم شكرا بزاف المهم شوفوا راه باقي الكوزينه ما جمعتهاش هذه واحد الاشباق شراي عبدو البارح خديت واحد الاير فراير حتى شي حاجه ما شاركتها معكم حيت بصح ما كنصوب لا فطور في داري لا والو كلشي عند ماما الحمد لله والشكر لله احنا غادي باللي كتبنا الله سبحانه وتعالى شوفوا البنات شنو كنت غنقول لكم علاش حيت الفيديو دابا بغيت نقول لكم زعما فين وصلت الحاله ديال ماما فين خليناها في الليغام درت الليغام وقالوا لي عندها ورم في الراس ديالها والحريق ديال الراس جاي من هذاك العرق اللي هو اللي سبب في هذا الشلل ديال هذا النص ديال الوجه ديالها المهم مديت عند الطبيب قلت لي سيري عند طبيب عاشوري كيف عاد المهم فعلا راه هو اللي مشيت عنده تنعرفو فهمت وفين تخدم معاه في كلينيك اطفال يعني اول واحد طاح ليا هو الدكتور عاشور لانه مزيان جراح في جراحه الدماغ والاعصاب مزيان الناس اللي عندهم هذا المشكل يمشيو عند الدكتور عاشوري المهم شاف الدوسي وكل شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله الورم اللي عندها حميد ماشي شي حاجه خايبه هادشي قالوا لي في الليغام راه واقيلا كنت قلتها لكم الحمد لله ماشي شي حاجه اللي خايبه ولكن الخطوره ديال هادشي هو فداك الحريق ديال داك العرق والحريق في الراس ثلاثه الاطباء كان عندهم نفس الراي ماشي ارتحيت انا شويه ماشي واحد كيقول لي حاجه ولا اخر كيقول لي حاجه ثلاثه متفقين على راي واحد هذاك الحريق ديال الراس غادي نتبعوا ليه الدواء ان شاء الله غادي يمشي ان شاء الله ما خصهاش الجراحه حاليا لان داك الورم صغير بزاف وما خصهاش الجراحه ما خصهاش لوسبيتاليزاسيون يعني في الكلينيك داكشي اللي غادي يدير في الكلينيك حنا متبعينه في الدار عطاها واحد التريتمون قاصح شويه شنو هي بحال كتغيب يعني ما كتكون مغيبه هذا هو الحل باش ما تحسش بداك الحريق ديال الراس كنفيقوها ما كتهضرش كنقول لكم نشرح لكم ما كنقدرش نصور لكم ماما في هذه الحاله كان الله كنفهموها شويه لسانها ثقيل غير باش تفهموا لسانها ثقيل ومغيبه وعيني كيبغيوش تحلوا لها كنفيقوها بزز نعطيوها الوقت الدواء وقت الماكله صافي وكتمشي كنبغيو نجلسوها شويه صافي راسها كيطيح لها المهم هذا هو العلاج حاليا خصها بحال نقولوا تفقد الوعي باش
الاعصاب ديالي يرتاحوا، وهذاك لونير هذاك العرق، هذاك العرق يرتاح يترخى ويرتاح وما يبقاش حتى هذاك الحريق. لان كما شرح لي الطبيب اصعب 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 حريق او لا اصعب حاجه تقدر تجي الانسان هو الحريق ديال الراس وديال العرق، كيعطي واحد الحريق كيف ما كتقول لي الضو كيضرب صافي، والنص ديال وجهها بدا شويه الحمد لله ما بقاش الفم هذا وداك الشيء شويه، بس كتقدر تقيس هنايا، كانت ما كتقدرش تقيس في النص ديال راسها نص ديال وجهها. المهم الحمد لله والشكر لله، شكرا لكم بزاف لدعواتكم، انا متفائله خير. قلت لكم ديك النهار هاد انا في حاله صدمه، ديك الساعه كنت باقا مصدومه، عارفه راسي غدا غنوقف على رجلي وغنوقف مع ماما ونكون معاها، اختي عندها غير انا غنكون معاها وان شاء الله حتى حاجه ما تخصها وغنقابلها، راه اني كونجي ما خداماش وغتولي لاباس، عندي احساس كبير ان شاء الله غتكون لاباس. غير ديك النهار كنت شنو نقول لكم، هذيك دابا كنهضر معكم وهاد الايامات كلها هذيك ليماج ما بغاش تمشي من بالي، ديك الصوره ديال ماما فاش وقع عليها داك الكريز ولا شنو وقع عليها ما بغاش تمشي من بالي وطيحتني بزاف، حطماتني 10 نقصت البنات 3 كيلو غير في هاد يعني ظرف سيمانه، الحمد لله كنت بغيت نضعف غير ماشي بهذه الطريقه. هادشي اللي كاين، المهم خصني ندوزو الروتين ديالنا، ما بغيتش نبقى نبكي عليكم ونشكي عليكم، ندوزو معايا النهار، نشارك معكم النهار كيف كندوزو دائما لي طاش اللي كندير في الدار باش ما ترجعش داري كيف ما شفتو في داك الفيديو الاخر حالتها. انا كنتخربق نجمع الدار شويه كنمشي نبقى النهار كله عند ماما، كنفطر عندها كيجي عبدو امير وصافي، كندوزو النهار ديالنا كنفطرو نصوبو فطورنا الحمد لله حتى حاجه ما غالبانه. اختي تلاقاو الحادقات، كاين انا حادقات والحادقين، كاين انا ومرات خويا قايمين بالواجب كنديرو النوبه مع ماما وداكشي، بابا حتى هو كيعاوننا وعبدو ملي كيجي كيجي معاه شي حاجه الفطور ضروري كيصوب شي حاجه، بابا حتى هو كيصوب حريره. اياه لالا اختي ماما متفق ان شاء الله على خير وبخير نوري هذا الفيديو، بابا اختي ولا يصوب الحريره. شوفوا حيت ماما شحال هادي انا ما عقلاش، قالت لي بابا كان عنده قهوه كان كاريها يمكن الا ما خفت نكذب في سلطان، كان كيصوب الحلوه الحريره، كان كيصوب المعقوده، كان كيصوب قلاه يا اختي الحوت كان كيقلي، دابا بابا كيعطيو يقلي كيصوب لينا الحريره يعني كنصوب انا، ولكن ديك النهار مشيت باش كنت خدامه لقيتو مصوب هو. ايوا صافي يعني معاونين، خويا كيصوب العصير عبدو كيصوب الفطور راه فهمتوا معاونين عليه. يعني حتى هادشي هي كتبقى هزه لي الهم كتقولوا شنو درتو شي حاجه واش هذا، يعني مني كانت شويه دابا مني كتكون شاربه الدوب كتسوي على شي حاجه مسكينه كتقول غير واش جاني الحريق واش فقت، هادشي اللي كاين. المهم خصني ندوزو الروتين ديالنا ما بين داري وما بين ماما. البنات دابا هاد الفيديو صورته لكم ماشي هاد النهار اللي كنهضر دابا، ماشي النهار اللي كنمونطي فيه، وعاد قريت التعاليق ديالكم تعطلت عليكم بزاف ما جاوبتكمش على ماما، شكرا لكم بزاف والله غير سمحوا لي. هاد النهار اللي كنهضر فيه دابا كانت اش نقول لكم، ماما كتولي شويه لاباس كيف ما قلت لكم في هاد الفيديو، شويه ثاني كترجع مثلا دوز نهار لا غد. المهم الحمد لله على كل حال، داكشي اش كتشوفوا صوتي شويه ماشي هو هذاك، هنايا جمعت المهم داك العبايه باش كنصلي وجدت حوايجي، جمعت بيت النعاس الصالون تاوض غدا نقادو شويه باش هكا ملي كنجيو كنكون مرتاحه، كنمشي وانا مرتاحه عارفه راسي غنرجع حتى الليل كنبقى معطله مع ماما. صافي وهنا جمعت الميانات كانوا ديال السحور حتى هما يا ديتهم لافابو باش نغسلهم، وكنبقى هكا كندوز على الدار كنمسح شويه شويه وصافي. راكم عارفين كوزينه عندي وسط الدار، قلت لكم ضروري تكون مجموعه. صافي خلات السيده اللي جات عندي للدار قالت لي هاد اليامات دارك ما مروناش ما فيهاش الروينه، حيت اصلا ما كناكلوش فيها، الفطور كيكون عند ماما. هادشي اللي غتشوفوا في هاد الفيديو راه هاد رمضان كله داز بحال هكا والله العظيم، ما عرفتش نحاول نشارك معكم حيت ما قدرتش نهضر بزاف، كنشارك معكم هكا وانا كنشقى في نفس الوقت كنجمع بحال هكا كيدوز، كنوجد حويجاتي كنجمع داري شويه وكنمشي، حيت اليامات الاولى كان شداني تلافه، كنت تالفه كنخلي الدار حالتها عرفتو يديا ورجليا بردو عليا كيف ما كنقولوا، ما نكذبش عليكم اللي تلاقى معايا البنات كلهم اللي جاو عندي كيقولوا عليا كنبان فاشله. بس حوايجي دابا كنمشي مرتاحه كيف ما قلت لكم في المونتاج، كنمشي مرتاحه كنقول بعدا خليت الدار نقيه الا جا شي واحد رشحت لكم كلشي واخا ما كاينش خاطر، المهم ضروري كنتفتحوا. شوفوا البنات بغيت نشارك معكم هذه البيسه كنت خديتها في الاول ديال رمضان قبل يعني كومونديتها قبل وصلتني في الاول ديال رمضان، كنت غنشاركها معكم وكان راكم عارفين شنو وقع. صراحه فنه كنت ضروري نشاركها معكم، تويب غزال شوفوا كتجي كلاس انيقه خياطه، هذه كنت خديتها باش نلبسها هكا حتى 26، خديت واحد الحاجه واحده اخرى دابا نوريها لكم كنت خديتها ليا ولكن دابا ما غتبقاش ليا، غنعطيها كادو ان شاء الله لمرت خويا حيت تستاهل.
دابا نشرح لكم كل شيء كون غادا في الطريق ونشرح لكم نتحدث معكم شويه. شوفوا كتجي فنه. دابا انا ما لابساهاش مع بليغه، البليغه عندي في الطوموبيل لابسه غير صنيديره. كيجي كيمونو هكا بحال قفيطين، كيمونو هكا بالعقيدات. تمشي على البالون نصوروا لكم مزيان. شفتوا فن غزال، اما كتلبسوه هكا مسدود فيه هذا الكروشي هكا شفتوا، واما كتخليوه مفتوح. انا لبستو معكسي وتقدروا تلبسوه مع سريبير مع اي حاجه. عجبني بزاف، كيجي طويل. قلت نشاركوا معكم، غنخلي لكم لاباج منين خديته. كيحمق زوين بزاف، سورتو اللي لبستو مع الطالون وقديتو لي لبسه والسويك وداك الشيء قديتو الشعير. المهم انا كنت نشارك معكم غير لبسه، واخا اختي راه شوفوا عينيا كيفاش دايرين من الفوخين، ولكن ماشي مشكل. الا بغيتو نتوما تاخذوا هكا يا ديال 26 اولا 27 اولا العيد، علاش لا. نشارك معكم لبسه اخرى غزاله فنه. انا نجيبها دابا نقول لكم شنو كاين. هانتوما هادي، هادي كنت بغيت نلاصقها هكا في 26، وهادي كنت خديتها للعيد زعما نلبسها في الدار اولا ملي نمشي عند ماما. هانتوما، ولكن دابا بدلت رايي، باقا ما لبستها، هو باقا تا مقيسها ولكن مازال ما لبستهاش. فنة اونسومبل دو بياس. هانتوما كيجي بحال قفيطين صومونج. شوفوا اللوين بعدا، اللوين واكيد كيف ما قلت لكم عطيها لمرت خويا غتجي معاها حسن حسن، غتجي معاها حسن مني. شوف وتستاهلها. انا نقول لكم في الطوموبيل نشرح لكم كل شيء، ما عرفتش نطويها ولا خليتها نمشي حتى نمشي لعندها نقول لها قيسيها. المهم كيجي التحتاني صومونج فن، وكيجي الفوقاني ديالو هكا كيمونو بحال هادي دو بياس، وكيجي بها كيجي معاها المجدول ديالها لوين غزال بزاف. عرفتوا هذوك القيس عندها ديال الدراري الصغار، كنت غناخذ حتى البارا، نقدر ناخذ حتى انا نعاود لكم من براسي. المهم كيف ما قلت لكم نخليكم انستغرام ديالهم، راه كيديروا لها فيديوهات وكتجيكم حتى حتى للدار. غنديها لها تستاهلها، تستاهل ما احسن. صباحه واحد الشميشه عرفتوا تقولوا شهر 6 ولا 7. المهم دابا انا وصلت عند ماما، قلت نهضر معكم في الطريق، كانت ما بقيتش كيفاش نهضر معكم، قلت صافي تنوقف. بالنسبه لرميساء بغيت غير نقول شهاده حق فيها، كلمه زوينه ليها، انا عارفه غتشوف هذا الفيديو، وبغيت نقول كلمه حق فيها قدامكم. حيت انا كنقول لها عزيزه عليا العمر دار كنبغيك بزاف حبيبه بارا اش قلت لكم، ولكن بغيت هنا نعبر على خاطري. بغيت نقول لها شكرا بزاف ليك، عرفتي وقفت معنا واحد الوقفه واحد الدعم بعدا معنوي كبير، ماشي غير في المرض ديال ماما، حتى في المرض ديال خويا هو بطبيعه الحال راجلها، ولكن انا كنقول هي سبب كبير في الشفاء ديالو بسرعه زعما الحمد لله. وكان كان عندها واحد شنو نقول لكم، قلت لكم دعم معنوي كبير بزاف، هي والبنيته هي وبراء. اجي حبيب اجي واخا باقا مسكينه مبدلاش، اجي كتشوفني كتخرج، شوفني من الجهه ديال الجردة كتخرج. اجي ماما طلعي طلعي اجي اجي دير بيزو 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 شاكوكا بيزو. كنبغيك انا كنبغيك انا يحفظك الله يا ربي يا ربي تحفظك ليا. سدي الباب سدي الباب، تعرفي تسدي ولا خلي خليك نصهد. المهم بغيت نقول لكم رميس الله عمرها دار، شكرا لك بزاف يا حبيبه على خطيك. انا عارفه هادشي زعما ماما عزيزه عليك وحنا عزازين عليك، وهادشي كيبان. الحمد لله بيناتنا واحد العلاقه اللي هي زوينه، انسان كيبغيك بلا والو، كنبغيو بعضياتنا لا حنا لا هي، بدون مقابل، ما بيدنا الحسابات اللي عنده كيقضي، ما كنتحاسبو في حتى شي حاجه. ولكن في هذا المرض ديال ماما حنا عارفينها وعارفينها بنت الاصل وبزاف الحاجات، وقفت مسكينه واحد الوقفه ماشي منعاودش ليكم. هي من نوع نقول لكم، هي من نوع بكل صراحه يعني في دارهم داكشي ما كانتش كتشقى ولا كطيب، ما عندهاش مع الكوزينه وداكشي كتبغيش، ولا ما جاتش الفرصه ما عرفت. ولكن دابا منعاودش ليكم عرفتي مسكينه، خصوصا ديك الايامات الاولى فاش كنت انا خدامه، دابا انا وياها معاونين، كتصوب وتوجد تقول ماما شوفي شنو صوبت هذه، عرفتي دخلت علينا واحد الفرحه ما نكذبش عليكم. الدعم المعنوي راه هو كلشي، كتشوفها مسكينه يعني شتي وحده اللي موالفه كتحط شهيوات وتصاوب وداكشي، ودابا داير واحد المجهول كبير تكنا صوبت وكتخلي كتصوب كلشي. مسيطلات اول مره مقاتله معهم وكلشي كيجي في فن، خلا بابا قال لها تبارك الله ما شاء الله يديك زوينه. المهم انا ما كندويش على الطياب، غير بغيت نقول لكم زعما ان شي حاجه بسيطه كتفرح،
وشكرا لك بزاف ولهلا خطيك علينا، وحنا كنبغيوك بزاف لانا لا ماما كتحماق عليك، وانت بحالنا يعني انا بحال انت بحالك بحال عصام خويا معزك من معزته. شوفوا خويا اش دير لي في يدي كنحماق عليهم وصافي. وهادشي علاش قلت ناخذ ليها هاد الكادو اولا نعطيها هاد الكادو اللي كنت ديجا خديت قليل في حقها. والله تستاهل كل خير، مازال خير ان شاء الله القدام، مازال الله يحفظنا لبعضياتنا، الله يخلينا لبعضياتنا ونكونوا معاك انت في الافراح وفي المسرات، نبقاو دائما مزيانين ان شاء الله. شوفوا الانسان من كيكون كيبغيك من القلب كدوزي شحال من حاجه، بحال دابا حنا كنكونوا كنهضروا ما تنبقوش نحكروا على بعضياتنا، قلتي درتي شفتي فيا، حيت علاش العلاقه نقيه، العلاقه زوينه فهمتوا. ملي كتكون العلاقه ديجا داخله ما مزياناش ولا شي حاجه كيبقى الانسان منوي، ولكن حنا الحمد لله عارفين كنبغيوك كنحمقوا عليه، وحتى حنا حتى هي كتحمق علينا الصراحه لله، ما كنشوفوا منا الا كل خير واحسان. هادشي اللي كاين. المهم كنت بغيت من زمان نقول بزاف، ولكن هادشي اللي كاين. هي بغيت نقول لك شكرا بزاف ولهلا يخطيك، وفي المحنه وفي الازمات بحال هكا كيبانوا بنات القصر يبانوا بنات الناس، الله يخليك بنيتك وراجلك وعائلتك وكل شيء، الله يخليهم ليك وشكرا ليهم تما بزاف. وهادشي ما كان، ديري باي باي. ميمي زوينه، ميمي زوينه، ديري باي باي، صيفطي واحد بوسه كنبغيك انا، كنبغيك انا، كنبغيك انا، مشي عند ميمي في ليرو ميساء، يلا مشي عند ميمي صوب فطور. المهم بابا راه فطر، ماما الصباح كيعطيها الدواء بكري باش كاين ما كيجيش لك حريق بزاف يعني قبل ما يبداها، على ما كنجي انا دابا غنصوب لها حسيوه. كتبغي ماما حسيوه مره ديال المطيشه، مره ديال البلبوله الشعير، مره بالحليب والزعتر، مره كتبغي بحال محيمصه جاريه تكون خفيفه ولا شعريه رقيقه خفيفه، داك لها محيمصه دابا ديك النهار ديال القمح، ونشوفها اليوم شنو بغات. كتبغي داكشي خفيف باش كتشربو، ما كتبغيش معلقه، كتبغي كاس، سينو الصوبه وداكشي راه كندير لها لاباي. ايوا الحمد لله على كل حال. هانتوما رميساء كي جاتها البيسه بصحتك وراحتك، جاتك فنه، هي الفنه هي الغزاله، جاتك زوينه عجباتك، جاتك نيشان، عجبك اللون، بصحتك كتهضري بشويه بصحتك وراحتك، جاتك زوينه. غنصاوب لك هنايا، جيبي شويه الوسط صافي، الا بغيتي تخرجي بها كتحيدي الحزام كتخليه. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، شوفوا راه شافتها كبيره، حيت شنو دار بابا؟ اي ماما قالت الزيونات تقدر كاع تهضر. شوفوا بابا حرق لينا المفاجاه، انا يلا وريت الماما قلت لها شوفي شنو جبت الرميسه، وفرحات باش نفرحها هي الاولى، ناض بابا كيعيط الرميسه اجي اجي شوفي شنو جبت ليك، كنت باغا نصور لكم رده الفعل الاوليه، راه عرفتي شنو راه بستني زعما وسلمت عليها انا وكلشي، ولكن بابا حرق لنا مفاجاه. المهم هي جاتك زوينه وعجباتك ياك، بصحتك يا حبيبه بصحتك، عرفتي كون لقيت البراء تجي فنه ياك. ايوا شكرا لك بزاف، بغيت نقول حتى تتفرجي في الفيديو راه قلت لك شكرا قبل من هاد اللقطه. بقيت جالسه حدا ماما شويه تديتني عيني، شوف عينيا تنفخو، كتقول لي اجيتك حدايا، كنقولها نكمل نعس حداك. المهم صبحت شويه الحمد لله، غير هي مره مره كتغيب، كتكون كتهضر داكشي صافي كتمشي، كديرها شحال من مره البحثة حتى جوج مرات اليوم دابا في الصباح كنكونو كنهضرو معاها كلشي ولا كتاكل حتى كتغيب. الحمد لله على كل حال. المهم شوفوا الطويجي شريت البارح من عند ماما، زوين كيجي. البارح درت ليهم فيه ماشي البارح والبارح والبارح درت ليهم فيهم طويجين ديال السردين وحده فوق وحده، ولكن غير بمطيشه كيجي فن بلا خضره لا والو، كيديروا اكثر في الشمال كيجي زوين كيعجبني. واليوم قلت غنصوب فيه، قلت بابا يجيب ماما شويه الكبده، كنتي وجيب لنا حنا الفطور واخا غالي صراحه غاليه بزاف. صافي قلت لي نجيب لها شويه، ديك المره مسكينه درتها ليها وما فرحاتش بها، ما كلاتهاش كانت مريضه ما كلاتهاش، قلت غندير لها اليوم هي وخضيره شويه ديال الصوبه، قالت لي صوبي ليا الشعريه تكون خفيفه تاكلها هكا زعما من الزلافه ولا من الكاس، وقلت ليها غنصوبها لك، ولكن ما عطاش في الغدا خدي شي حاجه هكا مفيده شويه خضيره ضروري الخضر، حيت كان عندها واحد القبض قتلها واحد 4 ايام كمل عليها حتى هو، قلت لها خدي خضيره وشويه الصوبه باش المسالات ديالك يكونوا خدامين مزيان والمعده ديالك، وعاد نديك داكشي اللي بغيتي. غنصوب لها شعيريه شعيريه شعيريه، وهادشي اللي كاين. المهم انا كندخل الكوزينه انا ورميساء مع ديك الربعه، قول لي نتوما معاش كتدخلوا الكوزينه باش ما تغلبوش، الربعه الصراحه كيقدنا الوقت،
واحد المره اللي دخلنا مع الليتر 5 وشي حاجه اونص، كانت ماما مريضه بزاف وغلبنا الوقت عشان ادري علينا في الكوزينه. هذاك النهار كنا صافي سالينا غير ادن وجلسنا، اما اليومات الاخرى كندخلوا مع الربعه كيقادنا الوقت وكنديروا النوبه. مثلا خويا كيجلس مع ماما حيت ما كنخليهوش بوحدها، كتقدرش تهضر، كتبغي شي حاجه كتبقى تضرب مسكينه غير في الحيط، ولا بغات تمشي للطواليت ولا شي حاجه ولا تشرب كنديروا النوبه، فهمت؟ وكل مره كيطلع لها واحد. راكم عارفين مع الصيام وداكشي ما يمكنش تخلي كلشي صايم تخليه بلا فطور، سينو انا نفضل نبقى جالسه غير حداها. ايوا صافي. ودابا هي مسكينه وكتقول جلسي حدايا، ما ديري والو غير جلسي حدايا، ما مولفاش ليها. كتقول لي صافي غير جلسي حدايا، كتبغي الوناسه. هادشي اللي كاين. دابا غنصوب لي غديوه ديالها نوريكم شنو صاوبت ليها. ها كيمشي يجي روتين مختلف والله ما البنات عند ما عنديش الكان ديال الصور، كيمشي يجي هكا شي روتين مختلف باش انا ما نغبرش عليكم. وصافي، ومن بعد غنمشيو نرتاحوا، والربعه ان شاء الله عاد ندخلوا الكوزينه ونشارك معكم الفطور. باقا ما عنديش افكار، قلت لبابا جيب الكبده، الا جاب الكبده زعما هكا بالزيت غنديرها حتى للفطور، وندير شي طويج واحد اخر لي صالاد. هادشي اللي كندير، قلت لكم ما كنديرش الحوايج اللي كيشدوا الايد بزاف. ايوا صافي، المهم نصوبوا لها الغديوه، نجلس معاها شويه، نعطيها الغدا ديالها، كتاخد الدواء ديالها كتاخد ثلاثه المرات في النهار، الصباح وفي الغدا وفي الليل. تشوفوني فاشله اختي، راه عادي، راه عادي كنحس براسي ماشي الصيام، ولكن النفسيه ديالي محطمه، كنحاول نتقوى، كنحاول نشوف راه ضعافي تاع البنات. نقصت دابا ملي دخل رمضان نقصت 3 كيلو، ديك النهار نقصت 2 كيلو ودابا تعبرت لقيت 3 كيلو ناقصه، الحمد لله مزيانه. دابا راه لابسه هذا البينوار نافخني، الا شفتوني في قبل فاش كنت لابسه البيجامه كانت كتجيني شويه زعما هي هذيك، دابا كتجيني واسعه الحمد لله، ما كنت باغي نضعف. هي ماشي بالطريقه ولكن ماشي مشكل. صوت ماما غديوه ديالها، دابا غنمشي لفيقه باش نغديها. درت لها هنايا شويه ديال الصوبه شريضه، شويه الخضره، ودرت لها هنا كبيده شحرت عليها حيت دابا بدات كتاكل شويه، يعني كل مره كنعطيوها شويه على حساب الدواء. دابا دخلنا نوضوا الفطور ان شاء الله انه رميساء. اليوم غنديروا طويجنات، غنديروا جوج طويجنات. قولي سلام، قولي لي تو الصباح. سلام، قلت الصباح قولي لي تكشيطه. دابا داكشي تكشيطه ولا بزاف شنو؟ كيمورا بتحتية ديالو جليبة. ايوا صافي، المهم غنديرو اليوم غنديرو طويجنات، غنديرو طاجين ديال الكبدة وطاجين ديال الكفتة بمطيش. هذا جاني بحال صغير شوية، نطيب شي حاجة واحدة أخرى ونبريزونتي فيه، نطيب نيشا، هذا هو ديال الكفتة. صافي غنديرو كفتة، دابا صوبنا البصيلة كنشوضوها وغنديرو حتى مطيشة وصافي. المهم هانتوما معايا، غندير لكم بالسريع باش منتعرفوش. الحريره راه وجدات، صافي طفيت عليها، خاصها غير صافي طيبه. الحريره موجوده، خاصها غير ندورها ونخليها بنات شويه نشعل عليها وندورها. هنا درت خضيره تسلق، درت البطاطا، الخيزو، البروكولي واللوبيا الخضراء، غنقص على البوطه ونخليها تسلق باش نصوب بها شي شليضه. سالينا دابا كنديرو غير اللمسات الأخيرة، حيت راه وجدات ماما صوبتلهاش الشعير هي عطيتها ليها، غسلنا الماعن كنسناو غير يتقطرو عاد نرجعو، ماشي نشوفو الروينة، راه مدار ختي هو هذا، ياك رميساء، نبدل هو الروينة، شحال هكا الماعن كنغسلو، نهار كلو حنا كنغسلو، المهم كنت ديال طويجين كيف ما وجدتهم كبيرة ديال الطين، كيعجبني أنا طويجنات بحال هكا، فلقيتوني الله غسلتو، ما قادنيش صغيور، قلت صافي ختي راه غندير هذا، تيسة، درت الكفتة، المهم درت لها صوص طوماط راكم عارفين، الربيع والثومة وكلشي. كفتة زدت فيها البصلة والربيع، هاديك البصلة كتخليها شوية فتية ماشي بحال غير اللحم بالضبط، والعطرية والملحة وشوية الكامون وشوية ديال التحميرة شوية البزار صافي. رميسة شنو تشهيتي مع الكفتة والمطيشة؟ البيض. البيض غندير فيها البيض وكيما نكترش ندير غير شي ثلاثة الوسط نخليهم صحاح. خليهم صحاح. أنا خوتي وخات عياي وبابا تا هو، وخات عيالي ما تكوري وتعيالي ما تعمري ياك ضحكتي فيهم دابا تحفظتيهم، الا ما حطيتيش ليهم شي حاجه ديال التغميسه بحال هكا مثلا طويجي لاطا اي حاجه بحال هكا بحال ما درتي والو بحال ضربتي تمر على والو يبقى دورو عينيهم شتيها
ديك المره فاش درنا مصيبه شي حاجه ديال الترغاس مقيله مقيله تاع مقيله لا داد مع الصيده او شي حاجه حتى هذا ما قدنيش زعما نشاور معاها خصني نتي ما الدار دابيك صافي ما خشر خليته تخلف طابت 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 دابا غنخليها الشهر يطيب شويه يجي غادي نزيد عليه شويه البيض صاحب خويا جاي عيط عليه عماد عماد تكلم صاحبي الدراري كيبغيو يدوزو الوقت من قبل من الدار ولا بس لكن كندوزو في الكوزينة وبرود واش عشيري هاني خويا كيف حالي يا الدراري ولي بقى في كراسك بقى في كراسك زعما كيجيو لي ملي كتبقى كصحاب كيجيو لي حنان يا الدراري فاك كيكون حنان شوية مشاكل شوية بحال شوية شوية زعما كيكون شوية مشاكل ماشي بحال الصحاب ديال البنات ديال الدراري خلاص جاي عندك صاحبك؟ اه كنتو زول الفطور؟ لا 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 ما مشيت عرفتو بنا العصير اليوم؟ نعم كنسقو فيه العصير ايوا صافي نسنى طويل جبت ومشينا لتحت قربنا ونسخنا صافي وجد دابا طويله ديال الفطور ها انتم عبدكم ملي الفطور كل نهار شنو كيصاوب مسكين صاوب هادو فينواز غياك زوين وهذيك بان سويس بان سويس وصاوب لينا هادو لي شوسون صورتيهم اليوم وي شوف شحال كيجيو فني مورقين واو لي زيبيناغ ياك وي زيبيناغ وهادو هادوك مملحات شوف الشطون ما شاء الله راه مريض الشاف عبدو هو هادو شنو هما هادوك دي كيك دي مادلين كاب كيك لي كاب كيك كاب كيك شوكولا هانتوما راه مريض مسكين المهم هادي هي الفطور ديالنا خاص لي عبدو طويجنات صافي موجودة شوفو داك طويجنات ديال الزواق مصلحوش ليا درت في هادو درت في كبيدة شوية القلب وهذا ديال الكفتة بالمطيشة وخضيرة صوتي والبغرير صافي غدا تمشي بقاو سخانين بابا كيصوب العصير الشاف عبدو كيدير صافي لاباس عليك لاباس مريض مسكين الصوت مكاينش الصوت ولكن حداك حاضرة ايوا الله يخلف عليك راه كل نهار كيصوب لينا حاجة غير دابا ديامات مكنصورش ليكم دابا رجعني هشام مسكين من الخدمة وامير تاهو رجع وغنفطرو مجموعين صافي وجدنا الفطور مهم تعاوننا كيف ما شفتوا عبدو دائما مسكين كيوجد تحنا شويه اللي قدينا عليه خويا شوفوا عصام داير القبص ياك اختي ما تخافوا ما تدهشوا كان عنده واحد الكيست وجبتو عندي عند الطبيب اللي خدامه معاه حيتو لي قال لك رمضان حدو جالس يحيدو درنا ليه القبص وهنا ملي فطرنا خرجنا حيت باغا نمشي عند ليلى ولدها مسكينه اوسبيتاليزي في لوبيتال الله يشافيه ليها صافي وجيت مع عبدو هنا كان باغي ياخذ شي حاجه هو امير هكا النهار اللي 26 ما عندهمش ما يلبسوا شي حاجه ديال البلدي مشينا غير الشطايبه الناس ديال كازا اللي كيعرفوا الشطايبه صافي حيت كان خاصني نشد لوطوغوت باش نمشي عند ليلى جات عندي الله يكثر خيرها راه غير ما صورتش لكم ما كنتش مصوره فلوغ انا غنخلي لكم دابا النهار اللي جات عندي قبل زعما قبل ما ينعس ولدها في السبيطار جات شافت ماما وواساتني الله يجازيها بالخير شكرا ليها بزاف وكاع البنات اللي جاو عندي واللي سولوا فيا كلهم شكرا لهم بزاف بزاف شكون معايا جات عندي ليلى شكرا بزاف يعطيك خير الربح شكرا اخواتات شكرا بنات اللي كيقولوا علاش ما ضامنتيش مع ليلى وعيط ليلى ديما كتسول فيا انا ولا عارفه المشكل حتى مشكل عارفه انا من زمان عارفه كنهضروا في الفريدي ولكن في الفيديوز ما هضرناش ما هضرناش حتى هي الله يحسنها ومن ظروفها هي عارفه اش كاين انا عارفه اش كاين هي عارفه اش كاين ولكن جات في المهمه ما قدرتش نقول لك نمشي عليكم عشان والله لا ماشي ما بغيتش تجي كنقول لها زعما عذراها عذراها مسكينه وليدات كتقول لي ليلى راه عندك قلت لها قالت لي شوف مدينه قلت لها ماشي مشكل ايوا جبت ماشي مشكل المهم هي اللي ما نقدرش الله يخليها لك يا ربي دعواتكم مع ليلى الله يفرج عليها هو العزيز عليا الله يرحمها ماماها مسكينه قربت تكد من عام ياك داك العام مشيت مسكينه عزيزها والله لا شاء الله ماما في العمر ديال ماما الحمد لله على كل حال ان شاء الله المره الجايه تولي لي ان شاء الله ان شاء الله والله ما مصوراش فيديو دابا قلت دابا ندخل لكم شي فيديو صراحه هي هذه مصوراش ما عندها خاطر لا الفيديو لا والو شويه قلت لها لا حاولي الدعوه ديال الناس وشحال من حاجه يعني انا كنبارطاجي كل شيء ما جاتش حتى هكا ونجي نغبر هي دابا مع راه كنعرف ملي كتكون في الامراء لا غبر شهرين صح كتكون في الامراء الله يحسن لها كتجي صعيبه صعيبه قلت ضروري نصور لكم هاد اللقطه راه جات عندي كيبغي نقول لها شكرا بزاف كيسولوا المتتبعين ديالنا ولينا علاش ما كتسولش فيها كتسول فيا
كتهضر معايا كيما شي حد كتزعيط ليه كلشي بيناتنا اتصال وركنا غنتلاقاو قبل من رمضان غنفاجئوكم غير المشكل ديالي غندير لها هي مفاجاه قلت لي كنت راهي عارفه والله ما بغيتش نقولها في الفيديو حتى نخرجوا نتلاقاو وما بغيتش تخرج الفيديو هضرتها تشوفوني معاها ما بغاتش هي قالت لي زعما واش نخرجوا فيك قلت لها شوفي داكشي كيبقى بيني وبينها وكثر نوال نوال كتسول فيها باليوتيوب ومن مورا يعزيز عليا ربي العالمين حتى هي وزعما بيناتناش راكم عارفين بيناتناش تصور واخا كنت كنمشي عندك وزعما كنصور كتبوا بلا زعما لا تصوير لا حنا تنهضروا في بريفي كثر لا 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 نهضروا في بريفي كثر نهائي وانا دابا ما كنتش ناويه كاع نصور وقالت لي جي نكون بحال لقطه وصوري وهي حتى ما كانتش باغا تصور قلت لها لا صوري الانسان حيت كاينين الناس كيبغيونا الناس كيبغيو يشوفونا مجموعين واش انا شحال بغيتي تقولي شوف راه شفنا الليلة نهار الاول عندك علاش قبلتي علاش ما بارطاجيتيش علاش درتي علاش لا غير بنا ولد الهاز مسكينه ماشي ساهله خوها ولا مع مشاكل ولكن دابا دابا ولكن دعم نفسي وكلشي راه كاين وانا مع امها دابا مسكينه ليلى ردي البال ليلى فصحتها ماما دابا كدير معاها حيت ماما عارفه كلشي انا عاودت لها شنو كاين وش الفيديو واش كنعاود نمشي في اليوتيوب راه انت عارفه لا والله ما كتعاودش البنات كاع كتعاود الشر بعد داكشي اللي كاين شوف كاين واحد كاين اللي كيكونش عارف كاين اللي انسان اللي كيكذب كاين اللي انسان كيبقى شاك حيت دابا هادشي كيفتح كثر كثر ممكن شي حد عارفه كلشي ولكن فهمت ولينا كنخلطوا ولكن هي راه ما عندهاش مسكينه تربح حتى لربح داكشي اللي واقع على قبل البنيات على قبل العائله ما كنرضاوش حنا انا براسي ما كنعاودش كلش انا براسي ما كنعاودش ماشي ما كنرضاش ولكن ما تبغيش تضري الواحد ما تبغيش كلشي كيتفرج شي الحمد لله الحمد لله البنات تهلاو ليا في راسي دابا نهضر غير شوف كيف حنا ديال ماما وبكاسه وريش وكلا صافي نصور لقطه نخليها عادي تدخل في شي فيديو ان شاء الله المهم شكرا لك بزاف الله يجازيك الله يجازيك الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نجي مع حداكم ان شاء الله المره تكون في الفرح حتى حنا نجي صح ماما ان شاء الله ان شاء الله يا ان شاء الله ما عندي مشكله ما غادي ما كتسولني عليك ولا شنو دارت لي شنو كنت كنقول لها مزيان اي والله يدير التوابيت خير شكرا لكم البنات بزاف المهم البنات مجيت عند ليلى شفت الوليد راه سلمت وليدك راه باقي بس كنعرف لقيتو ناعس الدنيا هانيه بيناتنا الله ما بركاش البنات عافاكم هانتوما دعيو معاه بزاف والله العظيم بقى فيا مسكين ناعس بحال الامانه تبارك الله ما شاء الله عليه دعواتكم معاه سرعوا شرو الفيديو ديالك ليكم ليلى شاني دخلوا عندها راه حتى كانت فيديو الصباح كي دخلوا دعيو كوميونيتي قلت لهم دخلوا شوفوا المهم ما يكون عنده باس جيت غير نشوفها هكا خاصنا نزربها نرجع عند ماما كتصاوب هكا اختي كيدوز نهاري هاد اليامات كاملين صافي كنجي للدار هكا في الليل مني ما كيكونش عنده امير ليكول يعني في الويكاند كنمشي هكا كيدوز نهاري هاد اليامات كاملين بحال هكا قلت لكم مني كيكون عبدو هكا كيدوز نهاري هاد اليامات كاملين بحال بحال تقريبا كنبقى عند ماما حتى الليل كنجي للدار حيت امين عنده ليكول الا كانت عنده استاذ غتراجع معاه راه كيجي سبقني هو وعبدو سينور كنجيو مجموعين بعض المرات كنبقى انا معطله مع ماما حتى كنعطيها الدواء ديال الليل كتشربو مع 12 كتبغي تعطلو باش ما تفيقش في الليل والا كان امين عنده ما عندوش ليكول السبت والحد كنبات مع ماما الا كانت عنده مدرسه ضروري كنجي حتى عبدو كيخرج بكري خصني انا نفيقو الشيء اللي كاين المهم مشيت شفت ولد ليلى مسكينه الله يشافيها الله يشافيه ليها الصراحه بقى فيا داك الوليد بقى فيا مسكينه ما شوقيته ناس ماشي فايق كاين بقى فيا وليد صغير شوف حنا كبر ما كنصبروش المرض وواقفه مسكينه بوحدها قالت لي راه كاينه مع صاحبتها ولكن واقفه بوحدها بقات فيا والله قلت لها زعما تجي تفطري معايا ولا نجي عندك وداكشي كتبقى مسكينه كتجري من هنا لهنا المهم مشيت شفتها وجلست معها شويه شي ساعه ونص تقريبا حنا جالسين جلسنا شويه وهضرنا المهم هي المساواه المواساه هي كل شيء واحد ملي كيجي عندك وانت طايحه ومحطمه كيرفع لك شويه المعنويات ديالك الله يعاونها على وليداتها هادشي ما كاين المهم شفت مع عبد الامير صورت لكم هاد اللقطه بغاو ياخذوا هكا البيسات ل 26 ماشي حرام خلي عبد غير يلا يلا معانا ما خصش نمشي معاهم ونوريكم غير الوينات اللي خداو هانتوما خداو قنيطيرات في الخضر هادي ديال امير لان محله خدا المليفه كاين بزاف ديال الانواع الاسود خدا المليفه وعبدي تاهو انا كنت نخدم بحال بحال دابا انا خصني ناخد شي حاجه وبليغات فن ملي نشوف هاد الموديل زوين عجبني خدا بليغات هو خضر وفيهم فيه الباج حيت راكم عارفين الخضر كيتواتى مع الباج صافي وعبدي هذا سروال سكندريطه كيف يستحس منه خدا في الباج
وامير ما لقيتش ليه تيعاود يمشي يعبدو هو اللي يتكلم. غنحيد هادشي نديه لماريا هاد الساشي وصافي. قلت غير نسالي معكم الفيديو بحال هكا وغنعاود نقول لكم شكرا بزاف لسؤالكم فيا ودعواتكم. الله يخطيكم الله يخلي لكم صحيحتكم الله يخلي لكم امهات ديالكم. حتى انا كنحاول نصور باش نخرج من هذاك الجو ديال مابقاش مكتئبه المرض بقى كنبكي كنحاول. قلت لي ما خرجش ماما زعما تشوف بحال هكاك بصح عندكم الحق. كنحاول انا ولاحظت ان غير هاد اليومين الاخر مني بديت كنحس من النفسيه ديالي وليت كنحس براسي قويه اكثر يعني كنقدر نتحرك. كنت بحال فاشله بصوره الحمد لله على كل حال. المهم شكرا لكم بزاف ودرت لكم هاد الفيديو. شوف اختي صفراء يلا دوشت صفاريت كنبقى كنخوي عليا الماء سخون باش يلا شويه كنرتاح. كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم ونكون ما غبرتش عليكم. كنقول لكم شكرا بزاف ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بوسه كبيره ليكم.